أبو الريحان البيروني في هذا الكتاب يقول: المسلمون لهم علم. شو علم؟ يعني علامة، يعني ساين هيك تدل عليهم، الشهادة. المسلم مفتاحه أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، هذا مفتاح المسلم، مفتاح. ما فيش مسلم من غير إيه؟ الشهادة، ولا صحيح؟ والنصارى شارتهم الصليب، أكثر شيء يدل عليهم الصليب، بآمنوا بعيسى المخلص اللي صلب وكذا، هو الصليب، كل شيء يدور حول الصليب، صلب. يعني مسيحية بلا صلب ما تبقى مسيحية، صح؟ لذلك أنا ذكرت لكم مرة في دروس عن المسيحية مثلا واحد زي هانس كونج، هذا سويسري وهو مؤرخ وعالم ولاهوتي كبير جدا وقس، وألف أكثر من 76 كتابا في دينه والأديان المقارنة، وآخره كتاب على الإسلام رائع جدا جدا، كتاب 800 صفحة عن الإسلام، ممتاز. المهم، فهذا الرجل مثلا اعترف بأن الله واحد وكفر بالتثليث، قال هذا كلام فارغ، ما في ثلاثة، وما في ثلاثة جواهر، يعني اللي هي بيرسنز أو بسموه الأقنوم، يعني شو الأقنوم؟ الجوهر، يعني ثلاثة جواهر، قال مش صحيح، الله واحد لا شريك له، ممتاز، واحد. وقال لك إيه؟ عيسى مجرد هذا إيه؟ رسول ونبي وعبد، جميل جدا جدا، اقترب من الإسلام، شيء غريب سبحان الله، وهذا مش أي كان، مش أي إنسان، هذا مش أي قسيس وأي دارس، بروفيسور كبير، أنا درس في سويسرا وفي ألمانيا، وفي مؤتمر الفاتيكان الثاني من 52 ل 55 كان هو مع هذا السيد الذكر بنديكتوس هذا 16، كان أصغر عضوين مشاركين على الإطلاق، شباب صغار كانوا في الأخذ الثالث من عمرهما، هانس كونج وهذا راتسينجر، هذا كان أصغر عضوين، يعني ناس مش عاديين، عباقرة هذول الاثنين كانوا. ومع ذلك هذا بعد 76 كتابا قبل ذلك ينتهي أنه لا، الله واحد لا شريك له، ده كلام فارغ، شو تثليث ما تثليث؟ قال كلام مش صحيح، عجيب. اثنين، فكرة الخلاص والإرجسوند هذه والخطيئة الأصلية، قال كلام فارغ، ما في منه، وأنه عيسى أجا وصلب عشان إيش؟ أنه يخلصنا، ما يخلصنا، قال ما فيش منه، مش صحيح. لكن يؤمن إيه؟ بالصلب، قال لك عيسى صلب، صلب، بس ما عشان إيه خلصنا، هذا كلام غير منطقي، مش صحيح، كفر به، وآمن إيه بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا من عند الله، وأقر بأن القرآن هو كلمات الله، محمد ليس له فيها شيء، موحى بها من عند الله. سلم، يعني هذا مش 19 مسلم، مسلم كامل تقريبا، خلص مسلم كامل الرجل، واحد يؤمن برسول الله كمان، شيء عجيب. فانتهى إلى هذه النهاية، هذا البحث الحمد لله، هذا البحث العلمي والكذا، والحمد لله على نعمة الإسلام معناها. هذا شيء يخلي الواحد يطمئن بفضل الله. الحمد لله على نعمة إيه؟ الإسلام. أحب أقوله إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ما نسيت إيش الفكرة الأصلية. أحسنت، أيوة. قلت البالون يقول إيش؟ أو شارتهم الصليب. معناها من غير إيه؟ من غير الصلب ما في إيش؟ ما في مسيحية. لذلك هانس كونج استبقى إيه الصلب؟ يقول لك الصلب. تخيل؟ صعب. صعب أن المسيحي يتخلى عن الصلب. صعب جدا. تخلى عن التثليث، تخلى عن التكفير، عن الخلاص، عن كذا، ما تخلاش عن الصلب. صلب. قضية متواترة يقول لك عنها. بيتكلم عن التواتر يقول لك هذا متواتر. الجماعة شافون صلب، أمه شافته، المجدلية شافته، اليهود شافوه، الرومان سجلوا الصلب، الكل قال كان متواتر عندنا. تنكر لي الصلب؟ ما يقتنعوشكم مساكين. بالقرآن أعطاك المفتاح الكي العجيب. شبه لهم. قال في صلب القرآن. تم صلب، في واحد انصلب. لكن صار في إيه؟ يعني لبس وفي اشتباه الله. لكن الله بيعترف بواقعة الصلب، وأنا مش صحيح. شبه لهم، بس مين اللي انصلب وكيف؟ هذا الكلام. وهذا يرجعكم ايش؟ إلى الأسفار الغنوصية. اللي قبل رسول الله بحوالي 300 سنة، وما ترجمت إلا ولا عرفت إلا قبل 50 سنة، لا اطلع عليها محمد ولا غير محمد ولا حدا بعرفها، وذكرت هذا في خطبة لي، صح ولا لا؟ ومذكور فيها بشكل واضح أن الذي صلب مش المسيح. شيء غريب، هذه أسفار مسيحية كما اعتبروها هرطقات وكفر وزندقة، مسيحيون، فرق مسيحية، لماذا تقول بهذا؟ صح ولا لا؟ عندهم أدلة على ذلك، تخيل؟ وأناجيل، عندهم أناجيل، قصة نجح حمادي، هذا مع نجح حمادي السكرولز هذه المخطوطة إلى آخره. المهم قضية ثانية، واليهود الإثبات، اليهود شعارهم ماذا يقول البيروني؟ البيروني الإثبات. شو الإثبات؟ تعظيم السبت، السبت والسبت، وإحنا أمة السبت، أهم شيء عندهم الإثبات. والهنادكة هو بسموه البراهمة، يعني الهندوس، إيش علامتهم؟
إيش شعارهم؟ التناسخ، reincarnation. من لا ينتحل عقيدة التناسخ يقول بيروني يستحيل، لا يمكن أن يعدوه منهم ولا إيه من جماعتهم، مستحيل. تقول بكل عقائد الهندوسية تكفر إيه بالتناسخ، أنت مش هندوسي. عندهم هيك صلب الدين تبعهم يقوم على ماذا؟ على فكرة أو عقيدة إيه؟ التناسخ. هذا كلام مين؟ كلام الخبير عبد الريحان البيروني في تحقيق إيماء الهند بالمقولة رحمة الله عليه. فهذه إيه العقيدة الثانية. إذن هي ثلاث عقائد رئيسة ما يتعلق بالله ومفتاحه إيه وحدة الوجود معناها. والشيء الثاني التناسخ والكرمة، وأشوف شو الكرمة هذه. والشيء الثالث عودة الأرواح إلى الله. حنعطيه الحين يعني عرضا إجماليا سريعا جدا، وحيفصل بعدين إن شاء الله اليوم وفي الحلقة الجاية تفصيل دقيق.